لابد أن يفرق ما بين الوسط عند الخلق والوسط والاعتدال في مفهوم الشرع. فإن الوسط في مفهوم الناس كل منتصف بين متباعدين، كل منتصف ما بين متباعدين يسمى وسطا. لكن في كلام الله جل وعلا وفي معنى الاعتدال ليس المعنى بالضرورة أن يكون وسطا بين اثنين. وحتى يبقى هذا الأمر راسخا في ذهنك، هناك من يقول إن هذا الكون خوجد صدفة وليس ثمة إله، قال الله عز وجل عنهم في الجاثية: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. هذا قول الدهريين، قول الدهريين الذين يمثلهم الملاحدة في عصرنا، يقولون إن هي إلا أرحام تدفع وإن هي إلا قبور تبلع وليس ثمة إله يدبر الخلق، والخلق لم يخلقهم أحد وليس أحد موكل إليه تعليم العباد ولا الرأفة بهم ولا القيام بشؤونهم. يقابله قول المؤمنين، قول أهل الإسلام: إنما الله إله واحد. الله يقول في كتابه: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. لو أخذنا بمفهوم أن الوسط هو ما كان بين متباعدين، يأتي مشركو قريش يقولون: نحن على الحق. فالدهريون يقولون: لا إله. ومحمد وأتباعه عليه الصلاة والسلام يقولون: الله إله واحد. يقول كفار قريش: نحن على الحق، لم نقل لا يوجد إله كما قال الدهريون، ولم نقل إن الله إله واحد كما قال محمد ودينه، وإنما نقول إن الله معه شركاء. فأصبحنا نحن الذين على الوسط، نحن الذين على الحق، وهذا باطل يقينا عقلا ونقلا. إذن ليس مفهوم الوسطية وليس مفهوم الاعتدال أن يكون الشيء بين اثنين، قد يكون في بعض أحواله، لكنه لا يلزم بالضرورة أن تفهم منه عندما نقول نحن وسطيون نحن معتدلون أن نأتي إلى شيئين متباعدين فنختار الطريق الوسط بينهما. ليس هذا مراد الله، ليس هذا مراد الله، ليس هذا مقصود كتاب الله. هذا أول الطرائق لفهم الأمر.